نظمت نقابة المحامين بالدقهلية وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام محكمة المنصورة الابتدائية، وذلك للتنديد باعتداءات جيش الاحتلال على قطاع غزة. وطالب المشاركون في التظاهرات بإيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، رافضين قتله الآلاف من المدنيين العزل والأطفال وقصف منازلهم ومحاولاته لتهجيرهم عن أرضهم. القضية مش قضية حدود، القضية قضية وجود. دولة الكيان الصهيوني كل هدفها انها تلغي وجود الفلسطينيين، انها النهارده لما عايزة تهجير الفلسطينيين من غزة عشان تقضي على القضية الفلسطينية. الدولة الفلسطينية دولة ذات سيادة، وان من حقها ان تدافع عن اراضيها ضد الاحتلال الاسرائيلي، وانه لا يوجد مجال لتهجير الشعب الفلسطيني من اراضيه، لان هذا لو حدث سيعتبر بمثابة القضاء تماما على القضية الفلسطينية، وهذا لن يحدث بإذن الله. لازم ندين القصف الإسرائيلي لقطاع غزة واللي كان نتيجته سقوط الضحايا يعني الأبرياء، طبعا يعني نحتسبهم عند الله شهداء، طبعا ده غير الجرحى اللي بنتمنى لهم الشفاء العاجل. احنا كلنا بنرفض التهجير ومع قرارات السيد الرئيس في التهجير. طبعا ده مش عشان بس الحفاظ على امننا، لا كمان لان احنا لو وافقنا بالتهجير وزحزحه الفلسطينيين من ارضهم للاراضي المصريه او حتى للاراضي الاردنيه، ده اللي احنا هنا بننهي على القضيه الفلسطينيه. التهجير حسب ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي غير مسموح به اطلاقا. مش هتبقى في ارض من غير شعب، لابد من وجود الشعب على الارض. الكلمة اللي قالها الرئيس للعالم كله وللمستشار الألماني تحديدا في المؤتمر رفعت الشعب المصري وكلمة مصر العليا إلى عنان السماء.